أخيرا تسأل عن حديث، تقول حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو في 63، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك عمر. فكيف نفهم هذا الحديث مع علمنا بأن أبا بكر أكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم ومات بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الحديث وارد؟ أما عمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو 63 سنة، هذا بالاتفاق، منها 40 قبل النبوة ومنها 23 بعد النبوة عليه الصلاة والسلام. وأما عمر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلا عندي فيه تثبت أقوله في ذلك. نعم.